عادي هون. رح أحكي بوضوح واختصار. طيب هاتي لشوف. حابة ترجعي عالشغل مظبوط؟ طبعا. حلو، معناتها رح أرجعك عالشغل اليوم ورح تكوني المساعدة الشخصية لي. بس أنتي شو بدك مني مقابل هالرجعة؟ شو الشروط؟ ماجد وناريمان بأي زمان بيلتقوا، وإذا على التليفون دقلا أي شيء أنا بدي أعرفه. آه، إذا دريت أي شيء تاني من أي حدا مو عن طريقك فشغلك بالشركة وقت عليه السلام. فهمتي هالحكي؟ ناريمان عن جد كتير مخوفتك؟ بدك تضلي هيك مرعوبة على طول؟ ما هيك؟ إذا هلأ بتقولي أي كلمة كمان يا ليلى بحياتك ما عاد تلاقي شغل ولا بمكان. ولهيك تعلمي إنه تسكري تمك وكمان تلزمي حدودك. طيب نيفين خانم، كل شي هلأ انفهم، رح يصير الموضوع عندي. بكرة الصبح بتكوني بالشغل.